السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة هنشرح بارت 2 في الكونسبت نمبر 2.2 ليسون 3 اكتيفيتي نمبر 7 اللي بيتكلم عن types of energy، أنواع الطاقة. energy is found everywhere around us، الطاقة موجودة حوالين مننا في كل مكان. طب يا ميس احنا بنقسمها لإيه؟ بنقسمها لنوعين. energy can be divided into two types. transferred معناها تنتقل، و transformed يعني تتحول أو تتغير. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ transferred يا ولاد يعني نفس النوع بتاع الانرجي بس بيتنقل من object لobject تاني أو من place لplace تاني. هفهمكم بطريقة سهلة بس يا ما نشوف الديفينيشن ده. transferred energy is transferred يعني تنتقل from one place to another، من مكان لمكان آخر. ايه الاكزامبل بتاعنا؟ when you kick a ball kinetic energy of your leg is transferred to the ball. تعالوا كده نشوف مع بعض. ادي الولد اهو هيبدأ يعمل كيك للبول، هو بيحب لعب الكرة. ادي الكرة اهو عمل لها كيك بالفوت بتاعه بالرجل بتاعته. هو طبعا عنده كاينيتك انرجي، لما عمل كيك للبول نقل الكاينيتك انرجي للبول ديت، فبقت البول عندها كاينيتك انرجي. خلوا بالكم، يبقى احنا بدأنا بالايه؟ بالكاينيتك اهي انرجي، بدأنا بالكاينيتك انرجي، طاقة الحركة اللي كانت عند الولد موجودة في الفوت بتاعت رجله. عمل كيك للبول فالكاينيتك انرجي اتنقلت للبول. بعد كده هو راح عند الجون اهو، شبكة الجون، وراح شايط الكرة دي جوه شبكة الجون. راحت الكاينيتك انرجي اتنقلت من البول فعملت فايبريشن في الجول نت، في الشبكة بتاعت الجول، فالكاينيتك انرجي اللي اتنقلت للكرة دي راحت للشبكة بتاعت الجول. يبقى معنى كده حصل ترانسفيرد، احنا بادئين اصلا بالكاينيتك انرجي، ادي الطاقة الاساسية اللي احنا بدأنا فيها، هي نفس الطاقة بس حصل لها ترانسفيرد، اتنقلت من الكرة، من رجل الولد الاول راحت للكرة، ومن الكرة راحت للشبكة بتاعة الجول. يبقى حصل ترانسفيرد يعني انتقال للانرجي from one place to another او from one object to another object. تمام، ده معنى كلمة ترانسفيرد. طيب transformed بقى، transformed يعني عملنا لها changed، يعني احنا بدأنا بانرجي وانتهينا بنوع تاني من الانرجي، حصل لها تحول او تغير. energy is continuously changed and transforming، بتتحول from one form into another form، الطاقة على طول بتبقى في حالة تغيير وتحول مستمر. الاكزامبل بتاعنا هيرجع تاني يكلمنا على الرولر كوستر. تعالوا نشوف الرولر كوستر اهو، لما كان فوق الهيل، فوق التل هنا في المنطقة العليا دي، كان عنده بوتنشال انرجي، بي انرجي، قلنا طبعا البوتنشال انرجي نتيجة ان هي كانت موجودة على بعد هايت من الارث سيرفيس، على بعد ديستانس، مسافة من سطح الارض. يما الرولر كوستر دي goes down the hill، لما تنزل بقى وتبقى موجودة الرولر كوستر هنا تحت في آخر الهيل، إيه اللي هيحصل؟ البوتنشال انرجي اللي كانت موجودة عندها وهي في الماكسيمم النقطة العليا بتاعت الهيل اتحولت لإيه؟ transformed into kinetic energy. يبقى البوتنشال انرجي اللي كانت عندها بقت kinetic energy. يبقى هنا حصل transformation او changing يعني تغيير من potential energy اللي احنا كنا بادئين فيها وهي في الoptimum point of the hill لkinetic energy. فهمت؟ يبقى transferred دي نفس الطاقة، احنا بدأنا بالkinetic energy بس عمالة تتنقل من رجلين الولد للكرة للشبكة، انما transformed يعني بتتحول من نوع لنوع، كانت potential energy يما الرولر كوستر كانت في الاوبتيمم بوينت اوف ذا هيل، ولما نزلت داون ذا هيل بقت كاينيتك، يبقى اتغيرت من بوتنشال لكاينيتك. ده الفرق ما بين الاثنين. تعالوا نشوف اكزامبل سهل قوي وبسيط بقى على التشينجز او التحولات بتاعه البوتنشال انرجي انتو كاينيتك انرجي، ازاي الطاقه بتتحول من نوع لنوع. هنشوف هنا الاكزامبل، وهنا الانرجي تشينجز النوع اللي هي بتبدا بيه فروم كذا
وبعدين هتتحول الى كذا. تعالوا نشوف النوع الاول يا ولاد، الفلاش لايت. الفلاش لايت الكشاف دوت، الكشاف دوت بيشتغل بالايه؟ بيشتغل بالباتريز. انت بتحط له الباتريز ورا هنا، تمام، بيبدا يديك اضاءه، بيديك لايت. يبقى فروم كيميكال انرجي، كيميكال انرجي دي الطاقه الكيميائيه اللي موجوده جوه الباتريز. قلنا البطاريات دي بتبقى جواها مواد كيميائيه، يبقى دلوقتي الطاقه الاساسيه اللي بدانا بيها كيميكال انرجي ستورد ان باتريز، الطاقه الكيميائيه اللي متخزنه في البطاريات. طيب انت حطيت الباتريز اداك ايه؟ اداك لايت، ادي اللايت اهو. طب لو انت جيت حطيت ايدك قدام اللايت ده شويه لمده 3 دقايق هتلاقي فيه هيت، في حراره، يبقى هيديك لايت انرجي وهيديك ثيرمال انرجي او هيديك هيت. يبقى انت دلوقتي الكيميكال انرجي اللي موجوده في الباتريز اتحولت وحصل لها changes into light energy و thermal energy او heat energy. كلام جميل. الاكزامبل التاني الجاز اوفن، اللي هو البوتاجاز او الفرن اللي بيشتغل باستخدام الغاز. الغاز طبعا بنسميه natural gas. natural gas اللي هو الغاز الطبيعي بيتكون من ايه؟ natural gas بيتكون من chemical substance، مواد كيميائية. يبقى الطاقة الاساسية بتاعته هي chemical energy. chemical energy stored in natural gas. طيب لما انت استخدمت الناتشورال جاز ده عشان تستخدمه في الكوكينج اداك ايه؟ اداك هنا هيت، اداك حراره، يبقى اداك ثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي يبقى الكيميكال انرجي اتحولت لثيرمال انرجي. كلام جميل. تعالوا بقى نشوف الاكزامبل التالت اللي كلنا عارفينه، السبرينج باوريت كار توي، لعبه الاطفال اللي هي عباره عن عربيات زي ما احنا شايفينها، بيكون في هنا خيط موجود في الخلف بتاع العربه، بتشد الفتله بتاعه الخيط دي لورا، اول ما هتشدها هيتخزن جوه منها بوتنشال انرجي، لما هتسيبها هتبدا العربيه تتحرك وتمشي لقدام. يبقى البوتنشال انرجي اللي ستورد ان ذا سبرينج واير، اللي بتتخزن في السلك اللولبي بتاع العربيه دي، هتتحول لايه؟ العربيه هتمشي لما هتسيب الخيط، يبقى هتتحول لكاينيتك انرجي. طيب في بعض الكار بتطلع صوت، بتقعد تغني، بتعمل موسيقى، وي ساوند انرجي. وفي بعض الكار بيكون في لمبات بتطلع نور، بتطلع اضاءه، بتطلع حراره، يبقى ثيرمال انرجي. يبقى البوتنشال انرجي هتتحول لكاينيتك انرجي والساوند انرجي وثيرمال انرجي. الاكزامبل الرابع الكار، العربيه الحقيقيه بقى، فيها طبعا انت بتكون حاطط فيها جازولين، حاطط فيها فيول. الوقود ده بيتكون من كيميكال انرجي، ماده كيميائيه ستورد ان جازولين. بتبدا ان انت تحط البنزين الجازولين بتاعك، هتبدا العربيه تتحرك، هتتحول لكاينيتك انرجي. يبقى انت حولت الكيميكال لكاينيتك انرجي. كلام جميل. تعالوا هنا بقى نشوف الاستنتاج بتاعنا. from the previous explanation we can conclude that energy can be stored in many different forms. الانرجي بتتخزن في اشكال مختلفة. new energy الطاقة الجديدة cannot be created. also existing energy cannot be destroyed. ده القانون بتاع حفظ الطاقة conservation of energy اللي احنا قلنا عليه. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. cannot be created لا تستحدث من عدم، and cannot be destroyed ولا تفنى، لكن ايه اللي بيحصل؟ بتتحول من صورة لصورة اخرى. the food you eat also store chemical energy. الاكل اللي انت بتاكله ده بيتكون من chemical substance، مواد كيميائية، فبيديك ايه؟ بيخزن chemical energy. when you eat food your digestive system break down the food and changes it into energy. الجهاز الهضمي بتاعك بيكسر الطعام ويبدا يحوله ل energy بتتخزن في الجسم بتاعك. تعال بقى نملى التيبل ده مع بعض. check your understand. هيديك الاكزامبل ويقول لك انت بتحول الطاقه from A to A. electric van المروحة الكهربائية طبعا من اسمها electric، يبقى انت بتستخدم electrical energy. طيب انت حطيت الفيشة في الكهرباء، هتفضل الريشة بتاعت المروحة اهي، خلي بالك ادي المروحة اهي بيبقى فيها الريشة اللي ايه بتقعد تلف دي، ادي واحدة وهنا اتنين وهنا تلاتة، تلات ريشات كده.
فاول ما هتحط الفيشه في الكهرباء هتبدا الايه الريشات دي تلف وتتحرك، يبقى انت هتحول الالكتريكال انرجي لكاينيتيك انرجي. طيب الدور بيل الجرس بتاع الباب طبعا بيشتغل بالكهرباء الكتريكال انرجي، بيديك ايه؟ بيديك ساوند، ساوند انرجي، اللي هيدوس على الزرار هيتوصل الكهرباء، هيديك ساوند، هيديك صوت للجرس. طيب الراديو، الراديو بتستخدم الالكتريكال انرجي، بيديك ايه؟ بيديك برضو ساوند انرجي. طب تعال نشوف بقى المثال الرابع، الالكتريك لامب، اللمبه الكهربائيه بتستخدم الكتريكال انرجي، هتديك لايت ضوء وهتديك هيت حراره. لما تشغل لمبه كده مثلا في الاباجوره تيجي بعد فتره تحط ايدك عليها تلاقيها سخنت، فاللمبه بتديك لايت وبتديك هيت انرجي. كده بنكون خلصنا الشرح بتاع الدرس النهارده. اتمنى لاول مره تشوفوا قناتنا دكتور ساين صفاء الاشتراك معانا في القناه، لايك على الفيديو، لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي وهرد عليكم. في الفيديو القادم ان شاء الله هنحل الاكسرسايز اون ليسون 3 مع بعض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.